فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا عسكري وأدخل الجوربين طاهرتين يومياً على مدار السنة، فهل أمسح على الجوربين؟ العسكري وغيره إذا لبس الجوربين على طهارة بعد الوضوء الكامل، والجوربان ساتران للرجل ضافيان على الرجل ساتران لها، يمسح عليهما مثل الخف، يوم وليلة للمقيم، ثلاثة أيام بلياليها للمسافر، بشرط أن يكون الجورب ساترا، وبشرط أن يلبس الجوارب بعد كمال الطهارة، يلبسهما وهو متوضي. نعم.